هي قالت أكثر من مرة أنها لا تحب قدمها، لا تحب ساقها أقصد، لكنها تحب حاجبيها، تحب عينيها. فريدة كانت معروفة كما قلت بحاجبيها المتصلين. هي في عمر السادسة أصيبت بشلل الأطفال فأصبحت ساقها رفيعة، وفي عمر 18 أصيبت بحادث كانت أن تموت به، حادث سير تمزق جسدها، لذلك أمضت حياتها أكثر من سنة تحاول الإنجاب، لم تستطع بسبب رحمها الذي تعرض لإصابات بالغة. هي كانت تحتفي بنفسها، بالجمال، بالفن، يعني يبدو فعلا كم تحب نفسها، كانت كما تقول خلقت عالمها، تقبلت نفسها، كانت هي معروفة برسامة بورتريت، صور ذاتية، كانت ترسم نفسها في كل الحالات، فهي فعلا كانت تحب نفسها. نعم ألما، إذن هي كانت ملهمة للكثيرات فيما يخص تقبل الشكل والمظهر. أذهب معك أيضا إلى كريستينا والتي أطلقت مشروع للرسم على إنستغرام بسبب أنف شقيقتها. نحن كنا نتحدث ألما عن الشعور بالخجل من الجسد، ماذا قالت كريستينا في رسالتها عن هذه الفكرة؟ نعم، إذا كريستينا هي واحدة من الشابات التي تواصلنا نحن في بي بي سي عربي معهن، وطلبنا منهن أن يكتبن رسائل لأي شخص يخبرنه بوحي من فريدا كالو، لأن فريدا كالو كان عيد ميلاد الشهر الفائت، وأقام بهذه المناسبة متحف كبير جدا في لندن معرضا عن حياتها. بهذه المناسبة تواصلنا مع شابات، كريستينا من لبنان كانت واحدة منهن. كريستينا تتحدث في رسمها وفي رسالتها عن صعوبة الحياة كمراهقة في لبنان. تقول أن مشروعها واسمه مش حلو البنت، بدأ بسبب التعليقات الكثيرة التي كانت تسمعها أختها عن أنفها. تقول أن